السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوريكم كيفاش تصاوبوا كريمة الزبدة اللي كتصلح لتغليف تورتات وتزيين الكاب كيك. وهاد الكريمة كنحتاجو بها فقط مكونين اللي هما الزبدة والحليب، الزبدة والحليب المركز المحلى. كتشوفوا معايا كتصلح لتغليف التورتات كي كتشوفوا معايا في الفيديو، وكتجي زويونة شادة في راسها. كنحتاجو 450 غرام ديال الزبدة بحرارة الغرفة، يعني نخرجها من الثلاجة تكون شي ساعة قبل، وعلبة ديال الحليب المركز المحلى من فئة 397 غرام، يعني علبة، وتكون يكون بارد، وشوية ديال السكر الفاني وقبصة ديال الملح. بالنسبة للملح، إذا كانت الزبدة فيها الملح كنستغنوا عليها، إذا ما كانش فيها الملح كنديروا قبيصة ديال الملح باش كنديروا كيكون الكريمة فيها تجانس، ما تجيش حلوة بزاف وكتجانس الحلاوه مع الملوحه، كتعطينا واحد الكريمه زوينه. كي تشوفوا معايا كناخدو الزبده كنضربوها بالمضرب الكهربائي بواحد السرعه متوسطه حتى كتجانس شويه، ثم كنديرو سرعه مرتفعه عاليه مده 4 حتى 5 دقائق حتى كيولي اللون ديال الزبده ابيض. كي كتشوفوا معايا انا غادي نخلي لكم الفيديو هكا باش تشوفوا جميع المراحل كيفاش كيتغير اللون ديال الزبده. كي كتلاحظوا معايا اللون ديال الزبده راه بدا كيتغير شويه بشويه، ما حنا غادي كنضربوا وهو كيتغير. تقريبا انا استغرق ليا تقريبا 5 ديال الدقائق. ومره مره كنجمعوا الجوانب كي درت انا هنايا، وكنعاودوا مره اخرى نضربوها حتى كنحصلوا على اللون الابيض. كي كتلاحظوا معايا من بعد ما كيتغير لون الزبده وكيولي ابيض، يعني من بعد مرور 5 دقائق، كنضيف شويه ديال الملح كي كتشوفوا معايا، وكنضيف سكر الفانيليا، وكنضيف نصف ديال العلبه ديال الحليب المكثف المحلى. باللول في الاول كنضيفو غير النصف، وكنعاودو نضربو بواحد السرعه متوسطه كي كتشوفوا معايا باش كيتجانس لينا المكونات، ومن بعد كنضربو بسرعه عاليه، ثم كنضيفوا النصف العلبه المتبقي وكنضربوا بواحد السرعه متوسطه، وكنحصلوا على من بعد ما كتجانس المكونات كنلاحظوا باننا كنحصلوا على كريمه ديال الزبده كتكون هكا ما فيهاش فراغات وكتكون شاده قابضه في راسها، وصافي كنوقفوا على التدريب. وبالنسبه لهاد الكريمه نقدروا نحتفظوا بها في المجمد مده شهرين، وفي الثلاجة مدة شهر واحد، يعني بمجرد من نبغيو أننا نزينو بها كنجبدوها وكندخلوها للميكروويف مدة 15 ثانية، وتنخلطوها بسباتيل وكنزينو بها. هاد التقنية خاصة بالبنات اللي بغاو يفتحوا مشروع صغير من البيوت ديالهم، أنهم يصوبوا حلويات أعياد الميلاد، طلبيات أعياد الميلاد، يبداو بها. وما تنساوش كالعادة الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والبارتاج، والسلام عليكم.